تقريبا صار لي فترة شهرين فاتحة هذا المحل، عملي كلش زين، انه الحمد لله عندي زبائن زينين من النساء والرجال وشجعوني على هذا الشغل، والحمد لله قدرت انه اوفق بهذا العمل. قدرت من خلال هذا العمل انه اغير فكرة المجتمع، انه ماكو عمل يسمى عمل رجالي عمل نسائي، بالعكس كل واحدة وكل واحدة تقدر انه تعمل هذا المجال، لانه عمل مشاق سهل بسيط. أطلب منهم أنه يأخذون فكرة كيف يعملون مثلي، أن يطلعون خارج البيت يشتغلون. الوضع الاقتصادي بالبلد وضع سيء، فكل امرأة تعمل جنبا إلى جنب الرجل.